اعترافات مروة للأب الجاحد الذي قتل ابنه بطريقة بشعة. استمعت نيابة مركز المنصورة للأسنان لاعترافات تفصيلية من محمود الأب الذي اعترف بذبح نجله وألقى جثته على جانب الطريق بأحد قرى مركز المنصورة بمحافظة دقهلية. وبرر الأب فعلته خلال تحقيقات النيابة بأنه أراد أن يرتاح من المشاكل التي يتسبب فيها نجله وأن يريح من المستقبل المظلم الذي ينتظره، مضيفا ابني أدهم عنده 13 سنة ومريض ومصاب بكهرباء زائدة بالمخ وتنتابه حالات هياج وتسبب في العديد من المشاكل منها الاعتداء على مدرسته بالضرب ودائم التشاجر مع أقرانه وأخواته وكل يوم يأتي المشكلة حتى فرغ صبر منه. وأضاف قبل الوقعة بعدة أيام سمعته يتحدث وهو في الحمام يقول إنني ووالدته نحب شقيقته أكثر منه ولازم أقتلهم كلهم، فخفت أن يرتكب جريمة وأن يتعب في حياته فقررت أن أقتله حتى يرتاح ويريحنا حسب قوله. وعن الجريمة قال الأب استدرجته وهو في طريق للجيم وأعطيته عصير به مخدر، وبعدما غاب عن الوعي توقفت لشراء مشرط طبي من صيدلية ثم ذبحته به وهو مخدر فلم يشعر بشيء ثم ألقيت بجثته على جانب الطريق، مضيفا عدت بعد الوقعة للبيت وسألت عنه فلم أجده وبحثنا عنه في كل مكان وكأن شيئا لم يحدث. وبدأ الأهالي في البحث معي ونشرت صورته على صفحتي على فيسبوك وطلبت من الناس تبحث معي وتخبرني من مكانه لو شاهدوه حتى أبعد الشبهة عني في حالة العثور على الجثة، وكنت أتمنى أن تأكلها الكلاب قبل أن يعثر عليها. وتابع خلال التحقيقات أنا بحب ابني وكنت خايف يتعب في حياته ومستقبله ويكون مظلم بأن يقضي عمره في السجن بسبب مشاكله، كما أنني خفت على أخواته منه فقررت أن أريح وأريحهم من وجوده. كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من أهالي قرية ديب وعوام التابعة لمركز المنصورة بالعثور على جثة الطفل على جانب أحد الترع والواصلة بين قريتي الديب وعوام ومية عوام. انتقل المقدم أحمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لطفل أدهم 13 عام ومقيم قرية طناح التابعة لدائرة المركز وبها جرح ذبح بالرقبة، حيث انطبقت صورته ومواصفاته وملابسه مع الصورة التي نشرها والده على مواقع التواصل الاجتماعي ينشد فيها من يحصل على نجله ويبلغه عن مكانه. واستدعت المباحث والد الطفل والذي تعرف عليه وسدت حالة من الغضب بين أهالي قرية طناح والقرى المجاورة بسبب بشاعة الحادث، وبدأ الجميع في مواساة الأب المكلوم في نجله والجميع يطالب بالقبض على الجناة. تم تحرير محضر بالواقعة وحيل النيابة العامة والتي انتقلت لمعاينة مكان الجثة وقررت نقلها لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة. وبسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسرعة ضبط الجناة ولأهمية الواقعة شكل مدير المباحث فريق بحث برئاسته وقيادة المقدم أحمد توفيق رئيس مباحث المركز وضباط البحث الجنائي والمعلومات والتكنولوجيا، وكشف التحريات بعد 72 ساعة من الواقعة بتفريغ الكاميرات بمحيط منزل الطفل ومكان العثور على الجثة عن مفاجأة غير متوقعة وهي أن والد الطفل هو مرتكب الجريمة. وأكدت التحريات أن السيارات اللي استأجرها الأب لارتكاب جريمته بها جهاز GPS الذي يكشف الأماكن والطرق التي سلكتها، وتمكنت المباحث من تحديد خط سيرها من وقت خروجها من المعرض وحتى توقفت في مكان ارتكاب الجريمة. وكانت التحريات تتبع الكاميرات أن والد الطفل استأجر سيارة وتتبع نجله بعد خروجه من المنزل متوجها إلى الجيم وطلب ركوبه معه ثم توقف أمام صيدلية بقرية ميت خيرون دائرة المركز لشراء مشرط طبي وهو الأداة التي ارتكب بها جريمته، ثم اصطحب الطفل إلى مكان العثور على جثته وذبحه ثم ألقاه على جانب الطريق ثم عاد السيارة للمعرض وعاد لمنزله. تم إلقاء القبض على والد الطفل وتولت النيابة التحقيقات. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حد يعمل فولاد وكده؟